السلام عليكم خوتي، كي دايرين؟ لاباس، نتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. شكرا على الدعم ديالكم، شكرا على الكلام الزويون ديالكم. بسببكم باش راه حنايا، وبفضلكم باش راه حنايا، زعما مازال كنهضروا في هذا لاشين، حيت كاين اخوتي واحد النوع ديال البشر متشائم، كيحاول يحطم الانسان، فهمتيني؟ يعني كيدير لك شي انتقادات واهية، شي تخربيق، باش كيبلوكيوك باش انت تقدر تبدل الراي ديالك، باش مابقاش تعطي المعلومات، باش ما يستافدوش ناس اخرين. حنا عارفين هاد الافعال الشيطانيه، ولكن حنا خوتي راه كنا معاكم ان شاء الله. ملي كيكون عندي الوقت راه كندير لكم لي فيديو، ملي ما كيكونش عندي الوقت اخوتي راه الله غالب. الاصدقاء ديالي كاملين من الجزائر، من المغرب، من اسبانيا، من هنا فرنسا، كنقول لكم شكرا بزاف للدعم ديالكم، وكنتمنى ان شاء الله نكون كنفيدكم. كنتمنى من الله عز وجل يكون عن طريق يعني او بسبب ديالي ان شاء الله تكون واحد يعني ولو كما كنقولوا حنايا شحنه امل او شعله امل للناس اللي محبطه، للناس اللي ما عندهاش البديل، للناس اللي كتقلب على مخرج، الناس اللي كتقلب تغير حياتها. خوتي انا معاكم، لانني انا من النوع اللي عانيت اخوتي في الحرقه، في المغرب، في فرنسا، يعني عانيت، ما يعني ما وصلت لهذا المستوى الحمد لله البسيط الا بالمجهود الفردي. انا كنقول المجهود الفردي، يعني الانسان ما عنده ما يحطمني، وما وبالعكس انا الكلام ديال الانسان ما كيزيدني الا قوه. المهم اخوتي، الفيديو ديال اليوم في شكل نهضر لكم على الناس السلبيه، ما تتعاملوش مع الناس السلبيه، ما تتعاملوش مع المتشائمين. لحقاش اخوتي انا كنت كنسمع كلام المتشائمين، راني دابا في المغرب، راني في المغرب حدا امي، كنشد واحد 300 تورو ولا 400 تورو، ورانا مقاتل مع خدشه الطحين، مقاتل مع خدشه الزيت. هذا هو المفهوم ديال المواطن المغربي البسيط، هذا هو. يعني المغرب باش دير فيه يعني بلاستيك صعيب، سيختو الا كنتي بوبري، سيختي الا كنتي عائلتك ما عندهاش، سيختو الا ظروفك يعني نتايا ما عندكش، طالع في واحد المجتمع ما عندكش، طالع في واحد العائله ما عندكش، ما كاينش داك التضامن بين العائله. يعني العائله الا انت راك مصوفي، العائله راهم مصوفيين يصوفيو، ما عندناش هذاك التضامن حنايا للاسف. يعني حنايا من هذاك النوع اللي خصك تخدم راسك براسك، خصك دير لوطو فورماسيون، لوطو يعني تكون راسك براسك، يعني اوتو فورماسيون، تفورمي راسك براسك. خوتي هاد الفيديو هذا كما قلت لكم اخوتي، الانسان كتحاول تديروا اصدقاء مزيانين اخوتي، اول حاجه هما الاصدقاء المزيانين، او ثاني حاجه العائله. اذا كتشوفوا العائله كتشجعكم وكت يعني كتموتيفيكم، سمعوا الكلام ها، الا شتيهم بغاو يحطموك اقلب 6 تسعود. انا كنقول لكم قلب 6 تسعود، كما كيقول اخونا الليبي علمتالو، ولا كيقول قلب 6 تسعود. المهم اخوتي نحكي لكم القصه ديالي انا مع المتشائمين ومع الناس اللي ما كيبغيوكش الخير، واش بطريقه مباشره أو غير مباشرة، ما عرفتش أنايا واش زعما كيديروها عمدا ولا لا. مي غادي نقول لكم أنا القصة ديالي خوتي. أنا نهار خديت الفيزا جيت لهنايا لأوروبا، تحطيت عند العائلة، ماغاديش نقول لكم الأسماء ديال هاد الناس المتشائمين، ماغاديش نجبد لكم باش نبقاو القلوب صافية وما تبقاش الشحنة بين العائلة وداك الشيء، ولكن غادي نقول لكم راه من العائلة زعما ماشي. أول حاجة خوتي، منين جيت بالفيزا شنو هما يعني اول حاجه كيسولوك عليها الناس، كيقول لك اه كيفاش درتي جيتي؟ هاد السؤال غتبقى تسمعو بزاف، كيفاش درتي جيتي؟ يعني الناس غتبقى تسولك كيفاش درتي جيتي. اول حاجه نتايا بالحسن النيه ديالك تتقول لهم انا جيت كذا، راه كنت خدام وخديت فيزا وجيت. اوه وكي غادي دير الوراق دابا؟ هاد السؤال هذا بقا تسمعوه، وهاد التساؤلات بقاو تسمعوهم اخوتي، كيفاش غادي دير الوراق؟ غادي تكرفص، غتبقى تسمع هاد الكلمات، غادي تكرفص، غادي تعاني، غادي يشدوك البوليس، غادي تسمعوا بزاف ديال الكلمات بحال هكا خوتي، غادي تسمعوا بزاف ديال الكلام بحال هكا. يعني نتوما الا كنتي فخاجيل كما كنقولوا حنايا، حساس، او يعني دغيا يلعب عليك بنادم في العقليه، دغيا تستسلم. سيرتو فوقاش كتستسلموا اخوتي، كتستسلموا نهار كتضربوا عامين 3 سنين كتشوفوا ما كاينش شي مخرج، عرفتي ملي كتبقى كطلع كتبقى غير كتفوت العام عامين 3 سنين 4 سنين وما كيبانلكش الافق. حنا كنقولوا ما كيتبانلكش واحد النظره، ما عندكش واحد النظره للامام، ما عارفش شنو غيوقع من هنا لغدا، ما عارف سيختو كيبان لك بان الزواج صعيب، الخدمه صعيبه، باش تكون راسك صعيب، كيبان لك يمكن كنتي في البلاد حسن، كنتي في البلاد بعدا كتقول اللهم كنجيب لك 300 تورو 400 تورو حدا امي
جالس ما كاين لا شتا لا ريح لا برق، كتجي كتلقى راسك هنايا مكرفص، كتلقى راسك سيرتو الا كنت كتخدم في الفلاحه، البرد الشتا الثلج عليك الشتا عليك، كتخدم خايف من المخزن، كتركب ترونسبور خايف من المخزن، كتخبي تخرج خايف من المخزن، وكتكون عندك داك يعني التشاؤم. حتى يعني الناس هذوك اللي كانوا كيهضروا عليك بالتشاؤم والسلبيه، كتولي حتى انت من الناس السلبيين، كتولي من الناس المتشائمين، كتشوف الافق مغمض، كتشوف راسك ما قادير والو. وسيختو الله يحفظ الله يحفظ، كاين ناس اخوتي كنعرفهم هنا جلسوا، يعني والديك مات، باك مات في البلاد ما كتقدرش تمشي، امك مات ما كتقدرش تمشي، يعني كتشوف الناس كيعيدوا العيد الكبير. انا شحال من عيد اخوتي ما عيدتش، شحال من احتفال ما كنحتفلش، ما كت فهمتي رمضان كتصومو يعني بوحدك، كتصبن حوايجك بوحدك، كتاكل بوحدك، عايش بوحدك، يعني الواحد الحياه كتبدل عليك 100%. البنات عاوتاني كذلك كيتعرضوا لواحد الظروف جد جد ماساويه للاسف، كتجي البنت مسكينه مازال ما مزوجاش ما والو، كتولي يعني كتقلب على راسها خصها تزوج، يعني كتقبل بالداني وقالك بالنطيحه والمترديه، يعني كتولي كتقبل بشي كمامر، كتبغي تقبل بشي مستوى، كتولي خدامه في الديور ديال عباد الله، كتولي خدامه عند اختها عند خالها عند كذا في الدار باش تقدر تعيش، باش تقدر مسكينه تصيفط الفلوس لوالديها. يعني هذا الكلام اخوتي من القلب، اقسم بالله الا من القلب، انا هادشي تعرضت له وهادشي كنعرفه اخوتي. يعني انا الانسان الا بغى يجي يحطمني بغيت نقول لكم ما تقدروش. علاش؟ شت ما اكفس، يعني عشت معاه ما اكفس، شت مع الناس كتاكل معاك الخبز، كتاكل معاك الخبز وكتحفر لك. انا يا اخوتي دوزت دوك الناس، صديق معاك في الغرفه كنت تعرفت على قاوريه، انا كنعاود لكم كلشي اخوتي يعني من القلب، يعني تعرفت على قاوريه ولقيتو تيشاطي معاها تيقول لها وكيفاش وما تخرجش معايا انا واش ما تكلميش معايا انا وهذاك الشيء. وجاب الله القاوريه جات عندي قالتها لي، قالت لي شوف راه صاحبك اش كيقول لي واش كيفعل واش كيدير، قلت لكم هذا جبتو دخلتو معايا سكن معايا واش كيدير، يعني ما تفاجئوش. انا راه كنقول لكم اخوتي شد العزم، راه ملي كيقول لكم شد العزم واحد ظرف 3 سنين ولا 4 سنين راه العزم اخوتي، راه انا باش كنقول لكم كاين شي حوايج اخذوا حوائجكم بالكتاب. انا راه ملي كنشوف شي حارق داير يوتيوب راه كنقولوا غير كتخربق، ملي كنشوف شي واحد ما عندوش الوراق داير يوتيوب كنقولوا غير كتخربق، ملي كنشوف شي واحد متعرف على شي قاوريه وكيحط صورو ديالها معاه في الفيسبوك كنقولوا غير كتخربق، ملي كنشوف شي واحد كيخدم في النوار وكيدير لي فيديو كنقولوا غير كتخربق. انا ضربت 3 سنين ما كنتش كندير لي فيديو، كنت كندير شويه ديال الفيديوهات من الجامعه ولكن غير في يوتيوب في الفيسبوك ما كنتش كنلحهم في يعني في اليوتيوب، ما درتش القناه اختي باش ما يعرفليش بنادم فين ساكن اول حاجه، ما يعرفكش بنادم اش كدير، لحقاش الانسان سبحان الله كاين واحد النوع اخوتي البشر سبحان الله، انا كنقول لكم سبحان الله ما عنده ما يدار، يعني كيقول لك اخرب اخرب على الجميع ولا واحد يطلع هكا بهذا المعنى هذا اخرب، قال لك انا ما طالعش ما طالعش ما يطلع حتى واحد معايا. يعني انايا كنتفرج واحد يوتيوبر من اسبانيا تعرف على واحد القاوريه وتي زعما بغى دابا انا عرفته بغى يجيب مصير مسكين من اليوتيوب حيت دابا حارق ما خدام ردا، قال راه نبقى ندير بها الفيديوهات وزعما ندير بينا كيف تتعرف على اسبانيا، خرجت مع زوجتي الإسبانية، اكلت مع زوجتي الإسبانية، خطيبتي الإسبانية، اوكي هادشي كامل مزيان اخوتي، ولكن فين هو الخايب؟ الخايب انهم كيهزوا النمره ديال البنت كيقولوا لها اجي انتوك انا تزوجي بيا انا صاحبي معايا انا، يعني اخوتي الشيطان كيبقى حاير، شتي الشيطان خلقو ربي باش يوسوس لعباد الله وكيبقى حاير في شي في شي في شي في شي ناس، كيبقى حاير اخوتي كيبقى غير جالس كيشوف فيهم كيقول لك ويلي واش انا علمتهم ولا احسن مني اخوتي، والله ما تصورش يعني مسكين بداو كيضربوا كيضربوا حتى فرقوا عليها، هذه هي اول حاجه. ثاني حاجه مسكين واحد النهار مشى دار فيديو من الخدمه قال لهم انا كيفاش كندير نخدم كيفاش تخدم بلا اوراق في اسبانيا، مشى صور عند واحد القاوري تيخدم عنده، لا غد لي جاي يخدم ويجري عليه الصبليوني قال له انت يا خدام عندي بلا اوراق وكتصور عندي هنايا، قال له واش بغيتي تصيفطني للحبس جرى عليه. شكون اللي وصلالو صحاب الحسنات وصلوا لذاك القاوري قالوا له راه خوفو فلان راه كيخدم عندك راه كيصور راه غادي يصيفطك للحبس. القور كيخافوا على راسهم، يعني قاوري هو من يجيبك ولا عربي ملي يجيك تخدم بلا اوراق راه كيخاف على راسو، يعني شي بريكولات كيتبريكولاو في النوار
يعني ما تقدرش تخدمهم في ديكلاري. مثلا بغى يرحل، بغى ينقي الجرده، بغى يسيق، بغى نيطوي، بغى شي واحد يعاونو، هادو ما كانش ديكلاريك على جوج سوايع ولا نهار الخدمه ولا يومين. ديكلاري واش الناس فادو يعني بصراحه تقال فوت. ولكن كنشوف انا كنت كناخذ العبره خوتي، راه كنقول لكم كنت كنحتي انا يوتيوب كنتفرج في اللي صحاب لي يوتيوب، وكنشوف الناس الحقد، كنشوف الكراهيه، كنشوف بزاف ديال الحوايج. يعني كنشوف حتى داك واحد داك بلال تعرفوه راه كان في المانيا، حتى هو نفس المشكل، طاح مع هذيك العربيه بداو كياكلوا لها الراس، كيقولوا لها اجي انت اش بغيتي داك الشبكه، اجي انا عندي انا فعل، حتى سمحات فيه وخلاته في المغرب. يعني هذه راه من بين الحوايج اللي خصكم تعلموا من يوتيوب، ماشي انكم خذوا مني اللي ينفعكم اخوتي. انا كنقول لكم انا خذوا مني اللي ينفعكم، الحوايج اللي كيبان لكم ماشي ينفعكم اخوتي ما تفرجوش فيهم وما تسمعوا، ديروا راسكم ما سمعتونيش. علاش اخوتي؟ حيت نبغي لكم الخير، حيت انا اخوتي الناس تعرفت على جوج الانواع ديال البشر. كاين واحد النوع ديال البشر استغلالي، كيستغلك يبيع المال، انت ما عندكش اوراق غيستغلك يعطيك 10 اورو 20 اورو باش ديباني باش كدا، وهو باش يستغل. بحال دابا هو كيشد بيا 150 اورو كيديك انت كتعاونو كيعطيك واحد 20 اورو 30 اورو كدا. المهم باش تكونوا عارفين كاين واحد النوع اخوتي، هذا النوع ما كيبغيكش الخير، ما بغاكش كاع تجي لاوروبا، ما بغاكش كاع دير الاوراق، كيتسناو اخوتي غير يسمع فوقاش دوك البوليس ربعو كل البلاد. يعني اقسم بالله الا كاينين النوع يعني انا راه داروها ليا مع البوليس، قلت لكم في واحد الفيديو جاو البوليس شدوني داوني طخنا وعاودوا تلقوني حيت لقاوني كنقرا. ولكن قلت هذاك مول الجزاره سول البوليسي قال له زعما علاش جيتو بهذه الطريقه هادو، قال له راه قالوا لنا كتخدم واحد جوج بلا اوراق، يعني هكا بعد الفهم هادو البوليس قالوا ما كيعطوكش سميه ديال الشخص اللي ديكلارا سي امبوسيبل، سي مستحيل ما يديكلاريوش يعني بالونسي، وحنا كنقولوا زعما ما عادش يبالونسيو بنادم اللي عطى لهم النمره ديالك صح، خاص سي ان سكري كيبقى داك الشيء ديسكري ما كيخرجش الهضره. ولكن كتعرف بانها ربيعه الله يعاونها، هو كيخدم فلاحه مسكين راه كيدير البورجون كيعيط دوك العشب. المهم اخوتي نرجع لكم الموضوع، راه ما كاينش اللي يبغي لك الخير من غير مك وباك، هذه هي اخوتي، راه ما كاينش اللي يبغي لك الخير من غير مك وباك. حتى اختك ولا خوك الا كان عايش في اوروبا وبغى يدير فيك الخير ما كيخليوش. اخوتي صاحبي انا جا من المغرب خويا انا عايش، قال لي اخويا عبد العالي واش نجي عندك، يعني صاحبي ساكن شارنا، قلت له جي مرحبا، قلت له ولكن بشرط، قلت له انا راه ما عنديش الخدمه يعني على طول، يعني الخدمه اللي غادي نبقى نخدمك على طول. قلت له انا عندي اوتو انتربرونور مقاول ذاتي، قلت له كنقدر نخدم 4 مرات في الشهر 5 مرات في الشهر، مره شي مرات غير مره في الشهر، بحال هاد الشهر هذا خدمت فيه 2 مرات جوج ديور اللي درت، يعني ما عنديش انا الخدمه على طول، يعني باش انا نقول لبنادم نوعد نقول له يجي عندي ونخليه مكرفص ونخليه يعني كيخدم نهار ونهار، لا انا كنخدم تقريبا الدار كنديرها في 3 ايام 4 ايام، ما كنفوتش الدار في هذه 3 ايام 4 ايام، النهار الاول كنجي نتيري لي كاين، النهار الثاني كنحفر، النهار الثالث صافي جمع وطوي، كنجمع وطوي يعني كنبقى ندير فيها الوقت بزاف، مي كنسربي عليها، انا ما كنبغيش نضيع بنادم معايا، بنادم عاوتاني لا ما لقاش انا ما لقاش بغا يديباني معايا مرحبا، انا ما كن ولكن انا باش نأومبوشي ولا ندير الكونترات ولا كذا مازال ما قادش اخوتي باش تكونوا عارفين، ما كنكذب عليكم في والو. قلت له هو سير عند خوك راه خدام في الفلاحه تبارك الله، راه عندك يعرف مول، يعني ماشي خدام في الفلاحه خدام، يعني شاد الخدمه على واحد الكاوري، يعني هو اللي كيسير له داك الشيء، قلت له سير عنده يدبر عليك، قال لك خويا، قال لك انا راه في راسو راني حرقت وما صوناش عليا، قال لك ما عزش التليفون يصوني يسول عليا فين راني ولا شنو واش راني خصني شي حاجه ولا، هذا خوه يعني من الكرش وحده الاب ام وحده يعني، ويدير معك هذا التصرف هذا. يعني شوفوا اختار يجي عندي انا، اختار يصوني عليا يقول لي يجي عند كاع عبد العالي، وما اختارش يمشي عند خوه، يعني شوف فين وصل الحقد وفين وصلت الكراهيه هذه خوت. نتوما عاد كتقول لي صاحبي لا هو صاحبي نجي عنده صاحبي دراري، واحد الدري دابا عاد البارح ولا قال لي، قال لي انا راه صاحبي ولد الحومه ديالي وكذا راه ساكن هنا في فرنسا، كنت بغيت نجي عنده وراه قلب عليا التليفون، وراه ماشي قلب عليك غير التليفون، وراه قلب عليك 6 9. نقول لكم الاسباب اللي كتخلي هاد الناس هادو هكا، كاين بزاف ديال الاسباب انا كنعرفهم، ولكن غادي نحاول نعطيكم بعض الاسباب.
كاين السبب الاول هو لان كتلقى زوج قاوريه حارته عليه مثلا، يعني مكرفصه عليه وما بغاكش تجي تشوف الحقيقه ديالو. هذه هي الاولى، كيفاش عايش، وكاين يخرج الكلب كيخرج القطاط ساره وهذاك الشيء، وانت يا والجيران ديالو غادي يجيبك غادي تشوف الحقيقه ديالو وما بغاكش تجي تشوف الحقيقه ديالو. هذه يعني سبب الاول. ثاني سبب اخوتي، ثاني سبب كاين واحد النوع ما كيبغيش تعرف عليه والو، يعني ما كيبغيش تعرفوا لا فاش خدام، كيقدر يكون خدام مثلا شي تخرويض ولا كيخرون. انا دار انا صاحبي ولد جيراننا كبرت انا وياه وكذا، ملي جيت كنت بغيت نمشي لاسبانيا في الاول، مع قالوا لي اسبانيا فيها الاوراق وداك الشيء، كنت بغيت نمشي لاسبانيا. هو يعني كيجيب شي طوموبيلات يا سلام، لا يزيدوا بفضله الا كان كيخدم الحلال، والله يبعدوا على الطريق الخايبه الا كان كيخدم الحرام. المهم اخوتي صونيت عليه، تلاقيت باه قلت له عافاك عطيني النمره ديال ولدك، راه هاد اليومات غنطلع لاوروبا، عطيني النمره عافاك صوني عليه الا يدبر علينا فشي سكنه فشي خدمه. قال لي يا ولدي ما نكذبش عليك، راه ما قال لنا ما بقاش عطيو النمره ديالي حتى شي واحد. قال لي اسمح لي، قال لي راه ما يبغيش. قلت له معليش اعمل، ما عطانيش النمره. مشيت عاود ثاني لصاحبو، صاحبو يعني عنده صيف الفيسبوك وكذا وكيتهضر هو وياه وهذاك الشيء، يعني هو قريب له اكثر مني. قلت له عافاك عطيني النمره ديال فلان، رانا هاد اليوم تنطلع وخصنا شي واحد غير يورينا. قلت له انا ما نسكتش مع غير يورينا. قال لي لا ما كيبغيش. قلت له علاش؟ قال لي اخويا راه كيخدم في الترافيك. قال لي راه كيترافيكي، ما كيبغيش بنادم يعرفو فين خدام ولا يعطيك نمره ولا داكشي، كيدير الاحتياط بزاف. قلت له هكا كنقول مالو كيبدل السياره كل عام، حنا كنشوفو السياره كتجلس عندنا حتى كتهرس، السياره كل عام كيدخل لك اودي باخر موديل، اودي ديكابوطابل كذا. المهم كل واحد الله يعاون اخوتي، انا كنقول لكم كل واحد وطريقه وكل واحد وشغلاته، ولكن انا كنقول لكم اخوتي شنو كاين. هذا النوع الثاني. النوع الثالث ما كيبغيش يدير الخير. النوع الثالث ما كيبغيش يدير الخير، يعني راه عنده الظروف مزيانه، عايش مزيان مع المراه، عايش كذا، ولكن ما بغاكش تجي، ما بغاك تكرفص. هو كيتسنى يدخل الفيسبوك شي نهار يقول فلان راه ردوا للبلاد، عرفتي كيف راه؟ عرفتي ملي يسمعك ردوك للبلاد واو يفرح. يعني اخوتي حاولوا تمشاو مع ناس متفائلين، حاولوا انكم تتعاملوا مع ناس متفائلين. كيقول لك الانسان هو غادي نجي تكرفص في الغربه، ايه تقدر تكرفص في الغربه، ولكن كاين واحد النتيجه من بعد، كاين واحد يعني واحد سبحان الله. هاد الناس هادو ما كيضيعوكش، ما يضيعوكش. يعني منين يوصل عندك القانون دير وريقاتك راه كيعطيوك وريقاتك، راه ما يقولكش لا رجع للبلاد، كيعطيوك وريقات. كتلقى بنادم عايش 30 عام 35 عام كتصرف عليه اختو امه، كيهز الكلافي ويكتب لك، يكتب لك واه انت كتضحك على عباد الله، انت تقول لهم اجي واش داك العدد ديال الفلوس كتشدو اوكي، كتجي كتقلبو هو واش خدام ولا ما خدامش، كتلقاه كتصرف عليه اختو ولا امه اصلا، كتلقاه غير ناعس ومتشائم وبغاك انت تكون تولي بحاله، يعني تكون متشائم ما تزيدش وما تعطيش لبنادم راس الخير. وكاين واحد النوع اخوتي ساكن هنا ما كيبغيكش تعطي معلومات لعباد الله. انا وقعت مع السيد، اول فيديو درت في يوتيوب ودرته ونشرته في الفيسبوك وكذا، وهزو واحد الدري وراه لبا، قال له با عبد العالي راه دار القناه شوف اش كيوري لعباد الله. تلاقيت با السلام بخير وكذا، زوينه ديك القناه اللي درتي. وقول لي علاش كتقول الناس راه كاينه الخدمه في اوروبا، فين هي هاد الخدمه؟ بقيت كنضحك انا، قلت له واش كتهضر بالنيه ديالك؟ قال لي واه كتقول الناس اجي وراه كاينه الخدمه وهذاك الشيء. قال لي علاش كتكذب على عباد الله؟ قلت له والله الا عندك الحق عمي. قلت له انت ما خدامش عمي؟ قلت له انت ما خدامش؟ ولدك ما خدامش؟ مرتك ما خداماش؟ قلت له ياك وياك طاسلتكم كلها خدامه. قلت له لا الخبزه بغيتوها غير ليكم بوحدكم، راه انا كنقضي على عباد الله بالفخون، شوي فخون افيك لي جون، انا شوي زعما شوي جونتي هذاك الشيء، جو بارل جونتي افيك تو الموند، ما عنديش مشاكل مع الناس، يا مع اللي كيتبعوني يا مع اللي كذا، ولكن ملي كنشوف شي واحد كيسيطر ولا شي واحد يعني كيبغي يستغل هذيك لا جونتيز ديالك، يبغي يحولها يحولها يعني لواحد يعني يخدم المآرب ديالو معاك، كتحول على بنادم. لحقاش انا راني هذاك الشيء القوالب ديال غادي تجي توريني انت ولا داك الشيء دوزتوه. يعني انا كما كنقول لكم اخوتي، تحطيت في اوروبا بدون اوراق، وتحطيت يعني كنخدم ب 10 اورو ب 20 اورو باش ما نخدمش الحرام اخوتي. شنو هو الحرام؟ قلت لكم هذيك النهار في واحد الفيديو، يعني انا تعرضت عليه نخدم معاهم هذوك صحاب اللي كيبيعوا المخدرات في الكارتي وداك الشيء، ولكن اخوتي انا لا تربيتي وهذاك الشيء ما 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 تسمحليش. واخا كنت محتاج الفلوس، واخا محتاج الباس، محتاج نا
ناكل محتاج السكنه وتعرضت عليا السكنه وتعرض عليا، ولكن اخوتي ما قدرتش يعني. انا جيت باش ما على نهار بغيت ندير ورقه تاع اخوتي، شدوني هذوك عيطوا لي البوليس ديال الفرونتيير باش يعطوني الوراق، حيت هذاك الطومبو وهذاك التخربيق. المهم شي نهار نعاودكم على الفيديو كيفاش كيعيطوك على لونكيت ديال الزواج البوليس ديال الفرونتيير. منين عيط لي شافني ضرب 3 سنين في فرنسا، عطيت له الباسبور ديالي، ضرب السميه ديالي، شوف الوسخ شنو داير انا في الوسخ، شنو داير في المشاكل. ضرب قال لي كيفاش انت ما عمرش دينك، يعني السؤال البوليسي جاتو عجب، قال لي كيفاش انت ما عمرش دينك، يعني 3 سنين كيشوف بانني 3 سنين في الغربه وما عمرش دوني البوليس، يعني صغار تلقى حراك ضرب 3 سنين في الغربه وما تشدش من البوليس، يعني ما شدش ما تبصمش ما دارش عنده، يعني شدوه مثلا دوز ريتونسيون هذاك الشيء وطلقوا له، يعني راه صغار. هو كتعجب قال لي كيفاش انت 3 سنين عايش ما عمرش دينك، يعني ما عنده حتى شي اطراس، لا اطراس ما لقاوش عليا، ما لقاوش على شي اطراس عنده. كما قلت لكم اخوتي ما لقاش شي اطراس، قال لي اول حاجه هو عجبو الحال، ما لقاش عليا لا سرقه، ما لقى عليا لا شدوني حارق في التران، ما حكى والله العظيم اخوتي كنت كنحرق شويه في التران، ماشي ما نكذبش عليكم، كنت كان مهما كيكونش عندي الفلوس كنحرق في التران، يعني كنركب فابور، ولكن اغلبيه الاوقات كنت كان ناخذ لاكارت ديال شي واحد ولا نركب يعني بنص ثمن ولا المهم كنقلب على شي حال. ما كنتش عليكم نقول لكم انا راني اخلاقي عاليه يعني، ما كنتش كان، ولكن ما كنسرقش السرقه، عمر حطيت عيدي على السرقه وما عمري يعني بحال الترانات بحال هادشي خوتي كنت كنركب يعني كنحاول نركب فابور، حيت كنقرا خوتي راه ما عنديش الفلوس. ولكن يعني النهار شدوني في التران هارب 80 اورو ديال لاموند خلصتها، يعني جاتني لاموند وصلت للدار، عطاتني اختي قالت لي راه جاتك واحد لاموند ديال التران، قلت لها عطيها لي، عطاتها لي، خدمت جمعت 80 اورو عطيتها لولد خالتي، ولد خالتي خلصتها بلاكار الله يجازيه بخير، يعني راه دار معايا مواقف رجوله حتى هو. مي كنقول لكم اخوتي يعني هكا خصكم تكونوا بهاد العقليه وبهاد البوليس دايرين شي براج هنا. المهم اخوتي هكا انا كنت كنفكر يكمل لكم البوليس شنو قال لي. شاف اول حاجه ضرب عندهم دوك لي فيشي ديالهم لي فيشي باش كاين لي كازي، شاف لقاني ما عنديش مشاكل او هاو كان اقسم لكم برب الكعبه كان كيهضر معايا يعني جدي في الاول، جدي يعني مكمش عليا وجوه. مين شاف الكازي ديالي زويون نقيقي استنى المرحله بدا كيضحك معايا شي شويه قال لي شنو كنتي كدير فرنسا، قال لي اول حاجه بعدا قال لي مزيان بعدا الدوسي ديالك نقي. دزنا المرحله الثانيه قال لي قول لي هكا، قال لي قول لي شنو كنتي كدير فرنسا، قلت له كنت كنقرا، قال لي عندك شي اوراق كيتبتوا انك كنت كتقرا وهداك الشيء، جبت له الدبلومات الحمد لله، جبت له الدبلومات ديالي وداك الشيء، شاف الدبلومات ولا كيضحك السيد معايا، قال لي مزيان، قال لي درتي ان تراجير يعني مثلا درتي واحد الباركور، قال لي نقي، قال لي مزيان، قال لي حنا كيعجبنا الحال، قالها لي هكا اقسم لكم برب الكعبه، قال لي كيعجبنا الحال ملي كنشوفوا دي زيترونجي كيجيو كيقلبوا على راسهم، قال لي واخا ما كانش عندك الوراق يعني قال لي درتي واحد باركور زويون الحمد لله، يعني شوف كيفاش كيهضروا معاك الفرنسي، هذا بوليسي اقسم بالله، يعني هو البوليسي عارفني راه ما عنديش الوراق، يعني راه دابا هادشي راه مازال ما عنديش الوراق، داروا لي لونكيت البوليس هادشي راه مازال ما عنديش الوراق. وشاف باركور نقي، شافني يعني قريت هذيك الساعه كنت ضربت دو ديبلوم هنا في فرنسا، كنت ضربت دو ديبلوم يعني بدون اوراق، ضربت واحد ديال اللغه وضربت واحد ديال الجامعه، كنت هذيك الساعه مازال ما عنديش الوراق. المهم اخوتي هو شاف داك الباركور زوين بدا كيهضر معايا، قال لي كيهضر لي على وليداتو اقسم بالله، ولا كيهضر لي ما يتصاور ولادو، قال لي انا عندي هاد البنيتا عندي هاد الوليد، قال لي هكذا، قال لي كنتمنى حتى نقرا وكنتمنى كذا، قال لي راه الحلم ديال الانسان هو يشوف ولادو مزيان وتسامباتيزينا، يعني تسامباتيزينا ولينا نهضرو متلوقين. يلا اخوتي تحياتي مع السلامه، البوليس دايرين كونترول هنا ورانا طلق التليفون، راهم دايرين كونترول على بالكم، الله يعاونكم.